أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة شوف تي في، وأهلا بكم إلى خبر اليوم. شرعت السلطات الوصية بالبيضاء خلال هذا الأسبوع في إعطاء الانطلاق لأشغال بناء المسرح الكبير بشارع عبد الرحمن الصحراوي الذي سيكون الأكبر من نوعه على المستوى الإفريقي والعربي. سيتم بناؤه على أنقاض النافورة الشهيرة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، بعدما سيتم تحويلها إلى الجهة المقابلة للمحكمة الابتدائية وبناء مكانها نافورة أخرى جديدة. وينتظر أن يستمر إنجاز هذا المشروع مدة 36 شهرا على التوالي. المشروع من المنتظر أن يتوفر على قاعة متعددة الأهداف تستوعب 1800 متفرج، وقاعة أخرى تضم 600 مقعد، وقاعات أخرى متعددة الاختصاص، إلى جانب بناء موقف سيارات تحت المسرح ومحلات تجارية ومقاهي ومطاعم وملاهي للأطفال. المسرح الكبير للدار البيضاء هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج خبر اليوم. وضيفنا في برنامج خبر اليوم هو الأستاذ يوسف الرخيص، ورئيس اللجنة المكلفة بالمرافق الثقافية والرياضية. سيوسف، مرحبا بكم في برنامج خبر اليوم. شكرا لكم، شكرا للدعوة. مرحبا بك سيدي. في البداية، يعني هناك حدث كبير ستعرفه العاصمة الاقتصادية، بداية الأشغال ديال بناء مسرح سيشكل يعني قيمة مضافة بالنسبة للدار البيضاء وقيمة مضافة بالنسبة للمغرب. هو أكبر مسرح على مستوى شمال إفريقيا والعالم العربي. شنو أهمية هذا المشروع بالنسبة للبيضاويين وبالنسبة للمغاربة؟ أهمية هذا المشروع بالنسبة للبيضاويين، اللي كنعتبر أنا أن مدينة الدار البيضاء تفتقر إلى مسرح كبير منذ هدم المسرح القديم اللي كان في قرب الولاية الدار البيضاء. اليوم ما عندناش مسرح كبير. جاء هذا المسرح اللي تم المصادقة عليه في المجلس، علما بأن تقريبا الغلاف المالي 140 مليار سنتيم، اللي فيها مجموعة متدخلين هما اللي غيساهموا بالميزانية ديال هذا المسرح. مدينة الدار البيضاء مساهمة يلا بواحد 16 مليار سنتيم. نعم، بقينا في هذه النقطة ديال الأهمية أستاذي. يعني البيضاوي، بعض البيضاويين كيعتبروا بأن الساكن البيضاوي هي في حاجة ماسة إلى 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 مشاريع أخرى، مثلا إشكالية مثلا النظافة، إشكالية ديال النقل. ربما المواطن من حيث الأثر كيلمس إشكالية متعلقة بالنظافة وبالنقل أكثر من من أهمية خلق وإحداث مسرح كبير. كل كتعتبر بأن خلق مسرح كبير هو فقط من أجل الطرف ومسألة تكميلية. كنعتبر بأن الثقافة، إلا ما كاينش ثقافة في المدينة ما كاين حتى حاجة. كنعتبر بأن بالفعل كاين هناك أولويات، وحنا كيبان لنا بأن هذا المشروع مدينة الدار البيضاء ما مساهمش في واحد غلاف مالي كبير، علما بأن مدينة الدار البيضاء ما عندهاش موارد. إذا علاش غنضيعوا الفرصة لينا ناس وزارات أخرى هما اللي مدعمين هذا المشروع، مؤسسة الحسن الثاني، وزارة الداخلية مدعمة هذا المشروع، علاش حنا غادي نرفضوا هذا المشروع؟ بالفعل كاين هناك خصائص في النظافة، في النقل، في البنية التحتية، في السكن، ولكن هذا ما كيمنعش كذلك المشاريع الكبرى. مدينة الدار البيضاء راه قطب سياحي، قطب مالي، قطب اقتصادي كبير، راهي قاطرة التنمية، وما يمكنش لينا نجيو نرفضوا هذا المشروع اللي هو اصلا مشروع ما مساهمش في مدينه الدار البيضاء. نعم. الا بواحد المبلغ بسيط. نعم، لا بغينا استاذ يوسف رخيص نوقفوا على البطاقه التقنيه ديال هذا المشروع. يعني مشروع مهم جا في واحد المكان اللي كاع الناس كيعرفوه بديك ساعه الحمام، في واحد المكان اللي اساسي. كنتكلم على اللي تم المنافسه فيه اصلا في لا كونسيبسيون ديالو، شاركوا فيه عدة أرشيتكت. كاين الأرشيتكت تحباب باب الأظريفة، مشارك فيه واحد المهندس كبير ديالنا سي الأندلسي، مع واحد مهندس معروف الأرشيتكت. إذن كيبان لي بأن حسب لا كونسيبسيون اللي جينا حنا وتم العرض ديالو، واحد مسرح اللي غيكون فيه جوج المسائل. أولا مسرح داخلي ومسرح
فضاء هواء الطلق. كيمكن المواطنين الى كاين واحد الملحمه او كاين واحد البرنامج كبير او كاين واحد العرض كبير كيمكن الناس تفرج غير في الفضاء في الهواء الطلق. وهذه هي القيمه المضافه اللي كاينه. ما كاينش ماشي هو مسرح مغلق ومسرح مفتوح. هذا هو القيمه اللي تزاد في المسرح الكبير. شكون متدخلين في هذا المشروع؟ يعني شكون في درجه الاولى؟ مؤسسه الحسن الثاني هي اللي مدعمه هذا المشروع، كذلك الداخليه والجهه وبعض المتدخلين، ولكن مدينه الدار البيضاء بواحد الا تكلمنا على 140 مليار وتكلمنا يلاه على 16 مليار باش غتساهم مدينه الدار البيضاء، اذا المبلغ مساهمه رمزيه حسب الاستفاده وحسب الامباكت على الساكنه البيضاويين. ما يمكنش دائما نتكلموا احنا كاين هناك مسارح في مدينه الدار البيضاء وهما مسارح ديال القرب، في كل منطقه كل مقاطعه كاين هناك مسرح مديور ربما كيستوعب 1600 800. هذا مسرح اللي يمكن لينا اللي غيجي او ميم طون مع قصر المؤتمرات اللي غيكون في مارينا. اذا غيكون عندنا مراكش عندنا قصر المؤتمرات ديالها، الرباط عندنا قصر المؤتمرات ديالها، مدينه الدار البيضاء ما عندهاش مسرح ما عندهاش قصر المؤتمرات، علما بان مدينه الدار البيضاء هي اللي كت كاين شنو الاسباب ديال التاخر؟ زعما عاصمه اقتصاديه هي الشريان الحيوي الناحيه الماديه. كانوا هذه البرامج مسطره ولكن ضعف المداخل، لان كنعرفوا بان مدينه الدار البيضاء يلاه كدير 2-3 ملاير ديال الفائض، بهذا المبلغ ما غيمكنش ليها دير مشاريع. كان خاص تبني الجهات المركزيه. اليوم كاين واحد اشاره قويه ديال صاحب الجهه مورا الخطاب الملكي السامي ديال اكتوبر في افتتاح البرلمان، اعطى اشاره قويه، جميع المشاريع كانت متوقفه اون سو فرانس تم احياء ديالها وجات الاعتمادات ديالها باش تشوف النور. اذا هذا هو هذا البروجي كما كنتكلموا عليه راه انطلق. انا كنقول ماشي ان شاء الله ماشي كنتكلم يلاه انطلق، هو انطلق في بدايه سنه 2013، لان كنعرفوا بان المشروع كيمشي انطلاقه فعليه، انطلاقه ديال التهيئ ديال واحد فيلا اللي كانت تتابع الجماعه اللي كانت قبل ما تقطع شارع ديال عبد الرحمن الصحراوي، تبدات التبليط ديالها والتهيئ ديالها، من تما غتنطلق وغيقطعوا عبد الرحمن الصحراوي. الاشكاليه دابا اللي مطروحه اللي خصنا نصادقوا عليها حنا في مجلس مدينه الدار البيضاء هو هذاك الشارع عبد الرحمن الصحراوي ما غيبقاش يمروا منه الناس لان غيرجع تابع للمسرح، وخصنا نصادقوا على هذه العمليه، علما بان في الاول في التخطيط ديال الاول الناس ما راعوش بان هذاك اصبح شارع كيخفف الضغط على الشارع الحسن الثاني. الاشكاليه لا بغينا استاذ هذه القضيه ديال الشركه اللي مكلفه بهذا المشروع. الشركه هي كازا اميناجمون، كنعرفوا بان هاد الشركات تابعه اللي كيتراسها هو السيد الوالي. حنا كنعرفوا بان كاين شركات ديال التنميه، كاين مجموعه شركات ديال التنميه، كاين شركات تابعه مباشره لمجلس مدينه، وكاين شركات التنميه اللي تابعه السيد الوالي، ولكن المساهمه هي مجلس مدينه الدار البيضاء. غير اللي كيراس المجلس الاداري هو السيد الوالي بالنسبه لكازا اميناجمون اللي عندها حاليا عندها واحد 3 أو 4 المشاريع، عندها المشروع ديال سنديباد، عندها المشروع ديال المسرح، عندها المشروع ديال حديقة عين السبع. هادو من المشاريع اللي تم التدبير ديالها واللي الإشراف ديالها على كازا أميناجمون اللي كيترأسها السيد الوالي، وعندهم طريقة كيفاش كيشتغلوا. ربما حنا في كازا ديفلوبمون كازا عندنا شركة ديالنا ديال كازا التنمية اللي يمكن ما عندهاش نفس الفعالية بحالها بحال كازا اميناجمون. نعم. بغينا نختموا هذه النقطه باش ننتقلوا للاشكالات الجانبيه ديال تاسيس هذا المسرح. التاريخ ديال الانجاز، يعني انت ممكن البيضاويين والمغاربه ممكن يدخلوا هذا المسرح ديال غالبا الا كانت الامور غدا مزيانه من هنا لواحد 4 سنين غيكون الانطلاقه ديالو الفعلي. 4 سنوات هذه الا كانت لا، لان المشكل ديال حنا كان عندنا بلوكاج في مدينه الدار البيضاء، وكنعرفوا البلوكاج داز 2011، لأن هذا مشروع في 2010 هو كيتداول، كان البلوكاج، كانوا بعض الأحزاب عارضوا شيئا ما الفكرة، واش نعطوا أولوية للسكن ديال الناس ديال الكريانات إعادة التأهيل ديالهم أو المسرح، فارتأينا نخدموا بجوج، نشوفوا حق المواطن في السكن اللائق ديال إدماج هاد الناس ديال دور الصافيح وكذلك المسرح الكبير.
نعم، يعني خلق مسرح كبير اكبر من نوعه في شمال افريقيا وفي العالم العربي لم يلقى يعني ترحيبا من كل الاطراف، الاكيد على ان فعاليه المجتمع المدني احتجت بمبرر على ان هناك يعني تحويل او نقل النافوره التاريخيه التي تشكل ذاكره ديال البيضاويين وديال المغاربه الى مكان اخر. هذا الاشكال ديال تحويل النافوره لبناء مسرح خلقت جدل. بالفعل تحركوا المجتمع المدني وبالاخص كازا ميموار اللي كانت سباقه ونازل الجمعيات المهتمه بالمدينه القديمه تحركوا في هذا الاتجاه، لان نهار دار المشروع او لا كونسيبسيون داروا بان غيتم تحويل النافوره وغيكون في المكان ديال النافوره ديال الارض اللي كتشحل كيطلع من الماء من النافوره، وغيتم التحويل ديالها امام هذيك النافوره الحاليه غير مش النقل ديالها ولا تسنى النافوره جديده، النقل ديالها الى امام المحكمه وكذلك كتبقى المعالم ديالها كامله المعالم ديالها كلها. المجتمع المدني تخوف لان كنعرفوا ان النافوره باديه من 1963 تم اقتباس ديالها من واحد المدينه في اسبانيا والارشيتك ديالها هو اللي جا حطوها في 63 في هذاك المكان، ومعروفه ما كاينش اللي ربما معروفه ساحه الحمام كثر ما معروف مجلس مدينه الضربينه. البيضاويين كنا كنقولوا غنتلاقاو في ساحه الحمام وكنا تما معلمه تاريخيه، فربما الناس من يحطوا المشروع ككل ما فكروش بان غيكون هاد المعالم التاريخيه غادي تحتجوا الناس، ما ربما ما فكروش في هذه القضيه. وحنا نهار بغينا نصادقوا قلنا ودي نبداو المشروع ومني تكون النافوره ما نقيسوش دابا نفتحوا فيها نقاش. فارتأت كازا اميناجمون باش تراسل المجلس وتطلب رخصه ديال الشطر الاول اللي ما فيش تحويل ديال النافوره، يلاه بدايه المشروع قبل ما نناقشوا النافوره. قضية الحسم في النافورة متوقف ما كاينش نقاش فيه، لأن الرخصة اللي تعطاتهم بناء المسرح ماشي في الطرف في الجانب ديال اللي قبل المسرح المغلق المغلق فقط مفتوح باقي ما فيش واللي في المكان ديال النافورة هذاك موقف. والرخصة اللي عندهم لأن الرخصة فيها ثلاث حويجات، فيها بناء المسرح، فيها تحويل النافورة وبناء فضاء تما كبير مسرح الهواء الطلق، وبناء الباركين. البناء الباركين يستحيل حاليا لان الناس اللي داروا الدراسه ما داروش حساب بانه يكون تما تراموي، ما يمكنش السيد يتنطلع من الباركين ومن غادي يخرج غيصطدم بالتراموي. اذا اليوم التراموي ما عطاش واحد ليسباس مساحه اللي يمكن السيد بالسياره ديالو غادي يخرج وغيمكن ليه في الحسن الثاني. هناك تعديلات في التعاقد في هذا الاطار ديال الباركين ما غيكونش، وحنا كنقولوا مسرح بدون باركين ما كاين، اذا مفتوح النقاش باقي ما كاينش باقي ما كاينش نقاش دابا على الباركين. اذا هما غادو كازا اميناجمون خاط الرخصه في جوي 2012 الا على الشطر الاول فقط، هذا امتياز. ونفتحوا نقاش عندنا فورا واش يتم التحويل ديالها، واش يتم نقاش باش يكون عندنا مسرح الحالي وكذلك النافوره تبقى في بلاصتها. اذا هذا نقاش مفتوح واللي ربما خاص البيضاويين كلهم يتناقشوا في هذا الاطار ويكون استفتاء واش يتم التحويل ديالها، لان ماشي هذه ملك المغاربه ككل، ملك البيضاويين. حنا كنشوفوا المبادره ديال صاحب الجاله تم تاهيل المدينه القديمه ب 30 مليار من المال الخاص لصاحب الجاله لتاهيل المدينه الدار البيضاء، المدينه القديمه ديال مدينه الدار البيضاء. اليوم ما يمكنش في ما بان وغدا غنتحاسبوا، غدا غيجي جيل اخر ويحاسبنا الا خطانا في حق هذه النافوره. نعم، استاذ يوسف رخيص رئيس اللجنه المكلفه بالمرافق الثقافيه والرياضيه، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا في قناه شوف تي في. بارك الله فيك. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامج خبر اليوم. غدا بحول الله نلتقيكم على نفس القناة مع خبر جديد وقضية جديدة. كل الود والمحبة لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.